النت فصل، فإن شاء الله عاد بس أعرف إحنا وصلنا لحد فين، وإن شاء الله نكمل بإذن الله. أتمنى الموضوع ما يكررش تاني. معلش آخر حاجة بس شفتوها إيه، أو آخر حاجة ظهرت عندكم إيه؟ الله يكرمك يا أستاذ محمد، معلش أنا آسف. طيب بعد إذنكم بس آخر حاجة إحنا قلناها إيه عشان نكمل من عندها. لو سمحت بس حد يكتب لي اخر حاجه بس وقفنا عندها، او اخر حاجه اتشيرت، وان شاء الله نكمل بشمهندس طارق. يعني ان شاء الله المحاضره برضه هتترفع تكون مسجله فعلا الجزء اللي ما اتقالش، وهنحاول برضه نسجل شويه محاضرات. الفيو رينج، خلاص ماشي يا فرنسا، هنكمل الفيو رينج. خلاص ماشي باذن الله. ان شاء الله برضه المحاضره هتبقى فيها برضه جزء ناقص، واي اسئله احنا برضه مع بعض طول الاسبوع. ماشي، تمام. ان شاء الله برضه هتلاقي المحاضره مسجله وفيها الاجزاء اللي شرحت وانا ما خدتش بالي. تمام، الله يكرمك في الامتحان الطرق. فان شاء الله هتبقى مسجله فيها كل حاجه. المشروع ده ان شاء الله هحمله ان شاء الله النهارده على النت، وهتلاقيه على ملتقى الدارين، وكل شويه كل محاضره نكون طورنا جزء فيه هتلاقيه برضه اترفع تاني. تمام، واتمنى باذن الله ان حد ياخد المشروع دوت ويبدا هو يرسمه تكييف كامل، او يرسمه بلامنج كامل، او يرسمه كهرباء كامل حسب التخصص بتاعه. ان شاء الله باذن الله جزاكم الله خير. ان شاء الله هتلاقيه كله على ملتقى الدارين باذن الله، على الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك. تمام، نكمل إن شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طيب احنا لو عايزين نكمل إن شاء الله، أجي هنا مثلا عايز أوصل ده اللي هو ممكن بأي طريقة، ممكن إن أنا بعد كده أديله الارتفاعي، او ان انا اسحبها واوصلها اوتوماتيك. يعني لو مجرد ان هما هيتقابلوا مع بعض هيكون كونكت على طول. هو هيروح حاطط كوع ويطلع فوق ويروح موصلها التي زي ما احنا شايفين. واي صاج، اي ماسوره مش عاجباك السايز بتاعها هتقف عليها، واروح قايل له ايه ده، دي المقاس بتاعها كذا، المقاس هنا مش مظبوط، يبقى ادخل على اليونت وابدا اشوف وحده القياس هنا ايه بتاعت البايب. ادخل على البايبنج اشوف هو انا بيعمل بايه السايز بتاعها، البايب سايز
ممكن اقول له مثلا بالمليمتر، الاقي بالمليمتر. اوكي. دي 15، ممكن تقول له خليها لي مثلا 20 زي ما انت عايز. او ممكن اقول له حاجه تانية، ممكن اقول له ارسم انت طوالي. يعني ارسم انت طوالي، يعني هقف على البلومنج ديت، البلومنج فيكتشر اللي هي القاعده، اعمل عليها سيلكت واقول له كونكت انت. اقول له انا عايز كولد ووتر، وراح ايه اللي وصل كولد ووتر. تمام. طيب زي ما انت شايف الموضوع سهل وما فيهوش اي مشاكل خالص، ان شاء الله ما فيهوش اي مشاكل. تمام. بعد كده تكتب التاجات بتاعتك، ايه تقول له مثلا انا عندي التاج، حدد التاج اللي انت عايزه وابدا اكتب السايز. ممكن تشيل الليدر او تحط الليدر زي ما انت عايز. مفيش تاج متحمل البايب، في ثانية نحمله. بايب ممكن اقول مثلا انا عايز الهاي او عايز السايز. تمام. اوكي. عمل بقى اللي انت عايزه وابدا ظبط الكتابات بتاعته زي ما انت عايز. ممكن تكون انت في عايز كلمه دوميستيك كولد ووتر، او عايز دوميستيك كولد ووتر دي تبقى عباره عن ايه، سي دبليو. تمام. نعملها ازاي؟ اجي هنا في قلب الفاميلي دوميستيك كولد ووتر واغير اسمها لكولد ووتر. لو هي نفس لو هي دي اللي احنا غيرناها، في كذا واحدة بنفس الاسم، او هتغيرت هي اوتوماتيك. ونفس الفكرة برضو بالنسبة للمواسير الماء السخنة، ممكن تغير اسمها الهوت ووتر بحيث تبقى مكتوبة تبقى صغيرة هوت ووتر، بحيث ان انا لما هستخدم التاجات اوصلها بالبايب يكتب لي ايه 15 هوت ووتر. تمام. تمام. طيب لو انا دلوقتي بقى عايز ارسم الصرف، الصرف ان شاء الله ما فيهوش مشاكل خالص برضه، يعني ما فيش حاجه فيها مشكله ان شاء الله، ربنا ما يجيب مشاكل. تمام. لو انا عايز ارسم الصرف، اعلم على الفاميلي ديت كليك يمين اقول له ارسم لي بايب. تمام. طيب انا عايز اول، احنا متعودين اول ما بتخرج من الحوض بنرجع للحته اللي وراها ونبدا نشتغل، بس لازم انزل حته صغيره. بدل ما انزل حته صغيره نجي تمام وادوس ايه، مسطره. انا لو جيت ارسم كده طوالي من غير ما ارسم مسطره مش هترسم. ماشي. مش متظبطه هي، في ساعات احنا بنظبطها بحيث ان هي اول ما تدوس مسطره ويحط الكوع اللي انا عايزه على طول. طيب لو هي مش متظبطه زي هنا، ادوس هنا كليك يمين تمام اقول له درو بايب وهرسمها. انا بقى اجي هنا اقول له انزل لي مثلا ل 500 مثلا. تمام. اقول له انا عايز ارسم بسلوب، سلوب لايه، لاسفل قد ايه، 1%. طبعا زي ما انت عايز، كل دي حاجات انت زي ما انت عايز، بس اقول له ان انا هرسم صرف سنتري، خلاص بحيث ان هو يرسم لي سنتري. ارسم الحوت. بعد كده هنزل تحت الارض اقول له مثلا سالب 200 وابدا ارسمها هنا في زاويه ايه، 45.
تمام. عايز اشوف بس الحاجه دي ارتفاع كام. هو سامع هنا، اقول له دي على ارتفاع سالب نص مية. طيب هظبطها بقى من البي بي، ابدا اخش على البي بي، على البيو رينج قصدي، البيو رينج اظبط الارتفاع بتاعي، اقول له انا عايز اشوف تحت الارض بمتر، تحت الارض بمتر. بدأ الحاجة تظهر معايا اهي. تمام. طيب عايز الصرف ده يبان معايا، أبدأ أرسم الماسورة درو بايب اهيت. تمام. طيب هبدأ أدخل بالماسورة دي على الماسورة التانية، مهما حصل مستحيل أظبطها مانوال، يعني إن أنا أظبطها صعبة، فلازم هنا أقول له اجنور سلوب، يعني تجنب الأسلوب، المهم إن أنت توصلها مع بعض. تمام. ليه ما ينفعش توصل؟ ليه؟ لان انت ده طول ما انت يعني مدربش مثلا على 3 متر فكله 3 متر، لا ده كل شويه بيطلع وينزل. خلاص كده وصلت بايه؟ ان انا اوصل اغير الكوع ده لتي وكبر ميس. اجي هنا اقول له خلي المقاس ده مثلا 50، لا ده برضو 4 بوصه محتاج 100. تمام. واقول له حولها لي الكوع ده لتي، وحولها تي ناحيتي، لا احنا عايزين تي الناحية التانية. تمام. والتي ديت ممكن نقلبها الناحية التانية. وتبدأ بقى تشوف بقى انت عايز توصل على انهي حتة، عايز توصل يمين شمال زي ما انت عايز، يعني هشوف انت الرازر بتاعك هيبقى فين انا حته وتروح موصل عليه. تمام. طول ما احنا ماشيين بالصرف نحاول ايه نبقى تحت البلاط على طول. ماشي. وممكن الصرف نعمله على طول اوتوماتيك، نفس الفكره، هقف هنا واقول له وصلهم كلهم ببعض، اقول له اعمل لي سيستم دايب، اقول له انت عايز انا واحد، اقول له مثلا السناتري، واقول له ادي السيستم، واقول له وصلهم كلهم ببعض، اقول له اد تو سيستم، زود لي ديت، بعد ما يزودها اقول له ايه فينيش اديت، واقول له وصلهم بقى الصرف ببعض. لي اوت هو بقى يظبط الصرف، وانا بقى ايه من السوليوشن ببدا احدد زاويه الاسلوب بتاعها هتبقى قد ايه. وماسوره الصرف برضو نفس فكره الضغط، زي لما طلعت فوق لا الصرف هينزل لتحت وامشي بيه اللي بره المبنى. تمام. طيب لو انا عايز اعمل بقى ماسورة الفنت، اجي على ماسورة السيستم، اجي من السيستم واقول له ارسم لي بايب، واقول له انا عايز، انا هنا ما عنديش اي ماسورة، اقول له انا عايز ماسورة سيناتري، انا عايز ماسورة فنت. وابدا ارسم ماسوره الفينكس زي ما انت يعني نفس اللي انت عايز تعمله بالكاد اعمله هنا، بس هتركز بقى في موضوع الارتفاعات. يعني مثلا هقول له خليها لي لحد سالب 200. تمام. وامشي واطلع في الحيطه وكمل، واطلع بقى الارتفاع عالي وكمل، اعمل له ماسوره الفينكس واقول له كمل اطلع لحد مثلا 2700 وامشي ماسوره الفينكس، وخش حمامات كلها زي ما انت عايز وامشي زي ما انت عايز. ممكن نعمل رايزر مثلا يطلع لحد فوق السطح،
انا ممكن اجي هنا. هو الملف بدأ يتقل بس شوية. أجي هنا أقول له درو بايب، أتأكد بس مفيش سلوب، ألغي السلوب، وأجي هنا أقول له اطلع لي لحد 15 متر، 15 أبلاي، خلاص دي وقت البنت خلاص اتعملت. فين الفلور دريل؟ الفلور دريل بسيطة اهي، يعني أي حاجة أنت عايز تحطها يعني حط فلور دريل. عايز تحط فلور دريل أجي هنا هقول له أنا عايز بلومينج فيكتشر، عايز تحط حوض، عايز تحط فلور دريل، عايز تحط أي حاجة أنت عايز تحطها. هي مش متحملة عندي في المشروع، أحملها في المشروع إزاي؟ هقول له لود فاميلي، وهقول له أنا عايز الفلور دريل. في الفاميلي اللي هو في البلومنج فيكتشر اقول له انا عايز في اللورد رين، كل دي فاميلي موجوده فانت هتلاقي كتير فلور درين اهي. دي مثلا واحد شكل ريكتانجل، دي شكل راوند، في حاجات بتبقى نازله من تحت، في حاجات بتبقى نازله من جنب، وفي 3 مداخل ليها، يعني في انواع كتير قوي. شكل اللي انت عايزه ممكن تشتغل بيه. تمام اهي، في عندي الفاير هاوس ريل، اقول له انا عايز الفلور درين. هتشوف انت عايز تحطها فين، هقول له طبعا مش هتحط طبعا في الحيطه، لازم تحط ايه على الارضيه بتاعتي، هقول له دي الفلور درين بتاعتي. هاجي هنا اقول له ايه بس عليها، اقول له انا عايز الاوردرين درو بايب، تمام انا لسه مسطره، راح هو عمل لي الكوع. تمام، وتبدا تمشي عادي بس تقول له موضوع الاسلوب وتشوف نوع المصوره ايه. يعني طول ما انت بترسم خليك دقيق بس في الحاجه اللي انت بترسمها. اجي عليها اهي، ادوس كليك يمين اقول له درو بايب. لو عندي فتحتين فوق بعض ممكن نروح ده ستاب بحيث ان انا اخد الوصله لتحت. تمام، اجي هنا في الاسلوب اقول له انا عايز سلوب داون 1%. تمام، واقول له انا عايز الماسوره دي يبقى نوعها كذا سناتري، مفيش مشكله، اقول له ماشي ابدا ارسم. خلاص رسم لي الحاجات وابدا انا بقى اوصل عليها. تمام، بس ما تختارش الستاندرد، انا اخترت الستاندرد غلط. لا ما تختار اللي هو الار في سي، هتفرق في ايه؟ هتفرق ان هو هيبدا يحط لي هيحط لي الكعان، انا كعان يعني كل واحد فيهم متظبط على كعان موجوده وكعان موجوده، فاقول له لا ارسم بالبي في سي. ان شاء الله لما ندخل في موضوع التعديل في الفاميلي هتلاقي ان احنا بنعدل في فاهم زي ما احنا عايزين، فممكن انت تختار المخرج بتاعها زي ما انت عايز. ماشي، هو عشان ما تدوسش في مسطره، لما تدوس مسطره بينزل يحط لك الكوع. اجي هنا اهي، اجي هنا درو بايب، ادوس مسطره، اتاكد ان انا اختار الاسلوب صح والبي في سي صح، خلاص هتبدا ترسم معايا ان شاء الله. تمام، هتبدا بقى توصل انت بقى عليها، تبدا توصل القاعدة عليها. اهم حاجه في التوصيل بتاع الصرف، اهم حاجه في التوصيل بتاع الصرف ان انا اختار اجنور سلوب. تمام، هي ده اللي بتخلي التوصيلات تيجي صح او اللي غلط.
يعني الفرق بينها وبين الووتر، او الفرق بينها وبين الفاير والبلومنج والكول تري، موضوع الميول سلوب، لان هي الوحيده اللي فيها ميول هي موضوع الصرف دوت. لو عايز تعمل سفن الارضيه عباره عن فيتنج. لو انت عايز تعمل سفن الارضيه عباره عن فيتنج، يعني ايه؟ يعني خلينا مثلا نختار الحته ديت، الكوع دوت، لو احنا اخترنا اي كوع وعايزين نغيره، لو اخترنا الكوع ده وعايزين نغيره، علمت سيلكت على الكوع، وهاجي ممكن هنا اقول له انا مش عايز الكوع ده، ده انا عايز الكوع دوت، تمام. جاب لي صيغه غلط، هنا مشكله في المسافه، لازم ابعدها شويه، تمام. هي دي الفكرة، ان انت ممكن تروح مغير الحاجة دي. طيب خلينا نرسم سيكشن ونشوف ازاي نغير ممكن الكوع دوت. يعني ممكن مثلا تكون في حاجة انت مش عايز توصلها يعني كوع معين عايز تغيره، او تيجي ممكن تغيرها، ممكن تروح شايله خالص وتقول له بايب فيتنج، وتروح حامل الفيتنج يا باشمهندس محمد وجدي. انا كنت بشرح من شويه ازاي نعمل سفن الارضيه، بس اظن الشاشه فصلت، تمام. فهي الفكره كلها عباره عن فاميلي، الفكره كلها عباره عن فاميلي. ان شاء الله هتلاقوا برضو دروس لتعليم الريفت من اولها لاخرها باذن الله على ملتقى الدارين، ان شاء الله باذن الله حتى النهارده، وهنكمل بس شويه لايتنج ونقف، وان شاء الله برضو المحاضره، الحاجات اللي كانت وقعت مننا اثناء الشرح هتلاقوها باذن الله كامله باذن الله، تمام. طيب لو احنا قلنا هنشتغل لايتنج دلوقتي، تمام. اللايتنج لو انت تحط حاجه على السيلينج يبقى لازم ترسم في السيلينج، هخش في السيلينج بلان ليفل 2 وابدا ارسم اللايتنج بتاعي. ارسم اللايتنج ازاي؟ بقول له انا عايز لايتنج فيكتشر، وابدا احط اللايتنج فيكتشر. لو حاجه حاطه على الحيطه اختار فيرتيكال، في لايتنج بتتحط على الحيطه، انا اقول له بليس اون فيس عشان احطه في السيلينج. ممكن تحط زي ما انت عايز كده، انا حطيت اللايتنج. طيب عايز اوصله بقى، احط له اي بوكس ليه، هخش في الفلور، هاجي هنا في الالكتريكال اقول له الكتريكال اكويبمنت، واختار بانل بورد احط عليها، تمام. ممكن نختار كده مع بعض مثلا، وليكن ديت احطها هنا على الحيطه. طيب انا اللايتنج مش ظاهر عندي هنا، اللايتنج مش ظاهر عندي هنا، اخليه يظهر ازاي؟ تعال نلعب في الفيو رينج، غالبا هي مشكله فيو رينج. هاجي هنا في الفيو رينج وهقول له
بص لي الليفل 3 يعني، ما تقفليش عند 2 متر 20، لا اقف لحد الدور الثالث. اوكي تمام، اللايتنج هو ظهر تمام 100 100 تمام. طيب لو انا عايز اعمل لوح خاصه للكهرباء، عايز اعمل لوح كمان يعني، عايز اعمل ليفل 2، اعمل واحده فلور بلان واحد سيلينج لكهرباء، اعمل ايه؟ هاجي هنا في فيو اقول له انا عايز اعمل فلور بلان، هنا بيقول لي اختار الادوار وبيجيب لي الادوار اللي هي مش موجوده في، اللي مش موجود لها فيو. طب كلهم موجود لهم فيو، هقول له اختار لي الدور الثاني واختار له الديسبلين بتاعه الكتريكال والسب ديسبلين بتاعه وليكن مثلا لايتنج. تمام الكتريكال لايتنج فلور بلان اهو. طب لو عايز اعمل سيلينج اجي برضو هنا اقول له انا عايز ريفليكتد سيلينج واعلم هنا واقول له انا عايز الدور التاني ونفس الفكره. الموضوع ده مش مضطر ان انا اعمله في كل مشروع، في التمبليت بظبط كل الحاجات اللي انا بكرر معايا عشان ما اضطرش ان انا اعمل الموضوع التاني. ازاي اعمل تمبليت؟ بسيط جدا، ابسط من البساطه. ظبط المشروع بتاعك زي ما انت عايز وتعالى هنا قول له سيف از تمبليت، خلاص بقى المشروع ده تمبليت، هيبقى امتداده ار تي اي مش ار في تي. تمام خلاص انا جيت هنا، ده خلاص بقى ده كهرباء وموجود في الكتريكال. تمام طيب عايز انا بقى ابدا اشتغل عليه، اجي اظبط بس الفيو رينج هنا اقول له خلي ده لحد الدور التالت صفر. تمام طيب هاجي على اي واحده فيهم اي لايتنج اقول له اعمل لي سيستم باور، اعمل لي سيستم باور تمام، واقول له ايدي السيركل وابدا اضيف اللون ده اللي انا عايزه. ممكن يكون عندي كبير فاوصل 4 على ناحيه و4 على دايره تانية. تمام هختار البانل، لسه ما عنديش بانل فهقول له سيلكت بانل واختار البانل دي، بس هعمل حاجه الاول تعالى نختار البانل ديت هربطه على الديستريبيوشن سيستم، لازم اربطه على الديستريبيوشن سيستم. ايه موضوع الديستريبيوشن سيستم دوت؟ هنشوف مع بعض دلوقتي، بس هقول له دلوقتي ايه اوصلهم على بعض وبعد كده نشوف ايه موضوع الديستريبيوشن سيستم. هاجي هنا تمام هقول له سيلكت بانل وراح اختار البانل. تمام كده بقى متوصلين ببعض، كده بقت اللايتنج دي متوصله بالبانل ديت. تمام هقف على اي لايتنج فيهم. تمام طيب ممكن اقرب منها من غير ما ادوس، وادوس تاب، ايه اللي بيحصل للتاب؟ بيبدا يوريني الوايرنج بتاعهم، قال لي دول كده هتوصلوا مع بعض ويوصلوا للبانل ديت. طيب ده لو دوست بره ايه اللي هيحصل؟ هيختفي. انا عايز يبقى معايا على طول، هقف هنا وادوس تاب واشاور لي على البانل كمان، هقول له اعملها لي ارك واير او تشامفر واير، اي واحد فيهم انا عايزه. هو كده عمل لي الواير بتاعهم ووصل لي بالمكنه ديت، وخلاص بقى معروف ان الحاجات دي بتاخد الحاجات من البانل هنا. تمام طيب لو انا عايز اظبط الديستريبيوشن سيستم بتاعي، ايه الديستريبيوشن سيستم؟ ممكن اجي من سيستم الاقي هنا في الالكتريكال تحت خالص سهم صغير كده اسمه الكتريكال سيتنج، اختاره اي اس، وموجود كمان في مقاله مانيش، يعني اما تكتب اي اس لما تجيبهم كام سيستم، لما هنا هتيجي واقول له انا عايز الكتريكال سيتنج بلاقي فولتج ديفنتيشن، ببدا اعرف الفولت اللي موجود عندي. انا عشان ما اتلخبطش المفروض الغي الفولتج اللي مش موجود عندي في المشروع دوت، يعني احنا في مصر مثلا بيشتغل ب 320 و400، ابدا الغي الباقي. تمام ده كل الفولتات الموجوده عندي، ده المينيمم بتاعها قد ايه، الماكسيمم بتاعها قد ايه. الديستريبيوشن سيستم بربط بين الفولت اللي موجود في البانل وبين الفولت اللي موجود في اللايتنج نفسها، وبشوفها 3 فيس ولا 2 فيس، بشوفها كام واير، بشوف اللو فولتج بتاعها قد ايه، الجراوند فولتج بتاعها قد ايه، تبدا تظبط الحاجات دي حسب الشغل بتاعك، حسب المشروع بتاعك. تمام طيب لو انا عايز احط بقى مفتاح، ممكن اجي من كام سيستم، سيستم الكتريكال هندسة او باشمهندس باشمهندس عمر الشير لو سمحت الشير او باشمهندس، معلش اسف اسف، هو مش عارف اتصل ولا ايه؟
الشير الشير بس انقطع بقاله اكتر من 5 دقايق. ما هو شغال بعمله هو تاني. خير الشير فصله. انا ماشي، مش عمال هنسمعش ناسي. بنتكلم في الشارع. ماشي اه تمام خلاص خلاص فصلت بإذن الله. اكسر خير. انا هصغر، ماشي انا هصغر الشاشة هو عشان بس اخد بالي. تمام طيب، احنا كنا عملنا واير، هعمله تاني معلش. تمام. لو انا دلوقتي عايز ابدا اعمل الالكتريكال ده وصلها ببعض، هاجي على اللايتنج ديت. تمام، واقول له اعمل لي سيستم، اعمل لي سيستم. دي استراجع بس، اعمل لي سيستم اللي هو اسمه الالكتريكال سيركت. تمام، هقول له ايه دي السيركل، السيركل هضيف الحاجات اللي انا عايزها فيهم، اضيف بقيه اللون، اضيف بقيه اللايتنج معايا. طب بعد ما ضفتهم اختار بانل، لازم اختار بانل اوصلهم عليها. طيب البانل ديت لازم اوصلها بالديستريبيوشن سيستم، ديستريبيوشن سيستم مثلا 480 في 277. دي عشان اظبطها بدخل اي اس، وبدخل في الفولتج ديفينتيشن، اعرف الفضات بتاعتي. يعني ممكن اقول له اد ضيف لي بتاع مصر 230، المينيمم بتاعه 210، الماكسيمم بتاعه 240، 400، الفاليو بتاعه 400، المينيمم بتاعه 380. الحاجات اللي موجودة معاك في كود، الماكسيمم بتاعه 420. تمام، الديستريبيوشن سيستم هبدأ اربط بينهم، اقول له اعمل واحد جديد اسميه 400 على 320. الفيس بتاعه هيبقى قد ايه، هيبقى مثلا 3 فيس، كام واير، 4 واير. هتربط بين ايه وايه؟ هربط بين ال 230 وال 400. تمام، ده مثال لحاجه انت عايز تظبطها حسب بقى الكود بتاعك. يعني ممكن تكون شغال مثلا في السعوديه، شغال في الامارات، شغال في اي دوله، تشوف الكود بتاعها ايه وتبدا تشتغل عليه. تمام، طيب انا لو واقف على ديت اللايتنج ده 277، لو انا عايز اللايتنج ده يطلع لي بما فولت متغير عن دوت، بدخل ايه الطيب واقول له الفولتج خليه مثلا 230. كده انا غيرت الفولت بتاع اللمبه ديت. تمام، اقول له كانسل وارجع على الديستريبيوشن سيستم. خلاص اتظبطت، هاجي عند اللايتنج اقول له اربطها لي بالبانل ديت، سيلكت بانل واختار البانل. خلاص اتوصلوا كده ببعض. طيب عايز ارسم الواير، هقف عليها كده وادوس تاب، الاقي الواير، يا اما اختار ارك واير يا اما تشامفر واير. اقول له مثلا خليها ارك واير. تمام كده اترسم. ممكن ارسم الواير يدوي، ممكن اجي كده من قائمة السيستم في الالكتريكال، هلاقي واير ارك واير، ادوس اول مكان، ادوس بره بره، واروح دايس ايه في المكان التاني. تمام، تبدا تختار، بس المهم يظهر لك العامه ديت، دي معناه كده ان هو بدا يوصل. تمام، والاسهل طبعا ان انت توصل يدوي، ان انا اجي هنا، اجي هنا واقول له ايه وصل انت ارك واير. بس لو في حاجه استثنائيه مثلا عايز تزودها او كده، وعايز تزودها تدوي، مفيش مشكله. طيب عايز ازود مفتاح للاناره، اجي هنا ديفايس، كل الحاجات دي ممكن تزودها عادي، فاير الارم لايتنج سكيورتي، عباره عن فاميلي بتحطها. اقول له انا دلوقتي عايز مفتاح للاناره، واختار مفتاح الاناره احطه مثلا هنا، او خليه اول ما يدخل من الباب. ماشي، طيب هقف هنا واقول له اعمل لي سيستم سويتش. تمام، ممكن بعدل بقى في الايديت سويتش سيستم وتشوف انت عايز تحط ايه. ممكن يبقى عندك مفتاحين، كل مفتاح مثلا مهتم بعدد معين من اللغات. تمام، بعد كده اقول له سيلكت سويتش واروح مختار السويتش. خلاص كده احنا عملنا الدايره بتاعه الاناره. تمام، اللي هي هنا عندي في الكيبل تري دي بقى التوصيل بتاعها زي الضغط بالظبط، تمشي اهي.
بس هو طبعا في المشروع هنا مش محتاجين كيبل تري على ما اظن، مجرد بس توصل للبانل. تمام، لو جيت امشي هنا اوصل للبانل، البانل هتلاقي مش قبل الكيبل تري. ناس كتير اشتكوا الموضوع دوت. هو الموضوع بسيط ان شاء الله، لما نتكلم في موضوع الفاميلي هتلاقي المشاكل دي كلها بتتحل. تمام، انت ممكن بكل بساطه اجي هنا، تمام، واقول له ايه ايديت فاميلي، ايه فاميلي، وتبقى تزود. كنت انت عايز مثلا وصله للكيبورد تري، مفيش مشكله، يعني ممكن تلاقي محتاج ان انت توصل وصله للكيبورد تري، اعمل ايه؟ مفيش مشكله، نوصل الوصله للكيبورد تري ازاي؟ هنشوف ان شاء الله الموضوع ده بالتفصيل. بس ممكن اجي هنا اقول له كيبل تري كونكتور، واقول له حط لي وصله الكيبل تري كونكتور على الحته دي زي ما انت عايز، عايزها فوق عايزها تحت زي ما انت عايز. يعني هعمل ايه؟ هدخل ايديت فاميلي واجي من كرييت، هلاقي الوصلات ديت. ممكن اقول له وصل لي ضغط، وصل لي بايب، ممكن تكون عندي مكنه تكييف وعايز اوصل لها كهرباء، بختارها واجي على اي ناحيه من النواحي واقول له حط لي الحاجه دي اللي انا عايزها، وبعد كده اقول له حمل في المشروع. اوكي، يروح محمل لي التعديل ده في المشروع. تمام، واروح واقف هنا على البانل بتاعتي. خلاص كده، كده هتلاقي ان ممكن اخرج منها اصلا بايه؟ بكيبل تري زي ما انا عايز. درو كيبل تري، وابدا ارسم كيبل تري واوصله بالحاجه اللي انا عايزها. ممكن تطلع نفس الارتفاع زي ما انت عايز وترسم. حاسس شوف انت الكيبل تري ده على انهي واصله، على انهي ارتفاع، واطلع بيها بنفس الارتفاع. الكتريكال. ممكن اجي هنا، ده ارتفاع كام؟ ده ارتفاع 1500. ده انا اجي هنا شوف هيقضي 1500 ولا لا. درو كيبل تري، هو اصلا طالع اعلى منه. اقول له طب اطلع مثلا 2 متر، او كيبل تري اكيد طبعا مش هيمشي على الارتفاع ده. تمام، اطلع هو 2 متر، او عايز يطلع اكتر من كده، عايز يطلع اكتر من كده، لان الكوع اللي متعرف هنا كوع كبير. المشكله كلها ان الكوع اللي متعرف هنا زاويته كبيره. تمام، هقول له خليها مثلا 2700، ماشي 2700. تمام، بس هي دي فكره ان احنا ازاي نزود مثلا كيبل تري او اي حاجه. تمام، طيب لحد كده في اي مشاكل؟ طيب حد عنده مشكلة مثلا في أي حاجة نراجع عليها على السريع؟ طيب هو إن شاء الله هتلاقي محاضرات كاملة بكل حاجة في الريفت ميكانيكال من أول لآخر إن شاء الله. عايزين بس الناس تبدأ تشتغل في المشروع دوت. هنقول حاجة دلوقتي مهمة جدا، إزاي نعمل كوردينيشن بين الأقسام؟ إزاي نعمل كوردينيشن بين الأقسام؟ موضوع سهل وبسيط وما فيهوش غير زرار واحد، يعني ما فيهوش اي متاهه ان شاء الله. بالنسبه لغرفه تفتيش الهندسه بتعمل توصيلات ازاي؟ هي عباره عن فاميلي زي الحوض، زي الحاجات دي كلها، ما فيش اي مشكله خالص. هتحطها وتعمل لها الكونكت بتاعتها بس خلاص، ما فيهاش اي مشكله. يعني جرب، ولو ما فيش حاجه خالص ابعت لي على الصفحه، هسجلها لك فيديو وابعتها لك. هي هتلاقيها انترسيل اي سي، هي اختصار اي سي. مفيش في الريفت سيف از، مفيش سيف از لاصدار قديم. يعني لو انا شغال على 2013 ما ينفعش سيف 2011، دي المقصود ان مفيش سيف از. يعني دلوقتي اشتغلت على مشروع ريفت 2013، ما ينفعش سيف 2011، ما ينفعش سيف 2012. تمام، لو انا مشروع ما سيف 2011 وفتحته 2013 ودوست سيف، ما ينفعش تفتح الاصدار القديم. تمام، الله يكرمك يا باشمهندس.
اسمها في الفاميلي ايه؟ طب اشوفها لك دلوقتي. هو على العموم لو انت عايز تدور على حاجه ممكن مكان في انسرت تدوس هنا سيرش وهتلاقيها ان شاء الله. طيب اقول لك دلوقتي اسمها ايه؟ بلامنج فيكتشر، اقول له لود فاميلي، اقول له اختار لي ال اي بروجكت ريفيت فاميلي. ان شاء الله الفاميلي دي باذن الله لما تاخدها ان شاء الله مفيش حاجه غير لما تلاقيها باذن الله. بلامنج فيكتشر تمام. او اسمعوا تمام، كل حاجه ان شاء الله هتلاقي الفهم بتاعتها كتيره جدا ومن الشركات الاصليه بتاعتها، يعني مش حاجه محطوطه ملهاش علاقه، لا ده دي مش الشركه نفسها تمام. طيب كنا قلنا ازاي هنعمل كوردينيشن، ازاي نعمل كوردينيشن. اقول له انترفيس تشيك، ران انترفيس تشيك، بيجيب لي الحاجات اللي انا ممكن اعمل كوردينيشن في المشروع، الحاجات اللي هي موجوده في قلب المشروع. ممكن على سبيل المثال احنا مش عاملين شغل كتير فمش هتلاقي حاجه خابطه في حاجه، ممكن نرسم حاجه خابطه في حاجه. تعال نشوف الكيبل تري دوت على ارتفاع كام؟ على ارتفاع 1500. طب تعال نرسم دكت على ارتفاع 1500 برضه. انترفيس الشيك، رن انترفيس الشيك، اقول له انا عايز اعمل فحص بين الكيبل تري في ناحيه والناحيه الثانيه الدكتوتس. ممكن اختار كذا حاجه من هنا وكذا حاجه من هنا، يعني ممكن اقول له كيبل تري فيتنج ودكت فيتنج، واقول له اوكي. عمل ايه؟ جاب لي حاجات خطب في حاجات واول ما على واحده فيهم هيعمل لي عليها لايتنج تمام. طب لو هي مش ظاهره قدامي اقول له شو وريها لي، هيبدا يعمل سيرش في مكان تاني، في فيو تاني، في 3 دي، في السكشن لحد ما تظهر معايا تمام. طيب لو انا خلصت كده بقول له طلع لي تقرير اكسبورت، بقول له طلع لي تقرير ماشي، هيطلع لي صفحه اتش تي ام ال تمام، هقول له سيف. التقرير ده فيه ايه؟ تعال نشوف التقرير دوت. ريفيت دارين اهو التقرير اهو، التقرير دوت بيجيب لي ايه اللي خبط في ايه؟ فمن ضمن الحاجات بيجيب لي الاي دي بتاع الكيبورد تري والاي دي بتاع الضغط. طب استفاد منهم في ايه؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. لا ان شاء الله في التحميل هتبقى كامله، لو هي المحاضره اللي مسجله من عندي ان شاء الله هتبقى كامله. لو المحاضره اللي مع مثلا في طبعا اخوه فاضل سجلوها دي ساعات بتبقى فاصله، لان طبعا كان النت عنده فاصل، فان شاء الله اللي عندي ان شاء الله باذن الله كامل باذن الله تمام. خلاص انا دلوقتي خدت الاي دي بتاع المشكله، طب ازاي اوصل له؟ لو انا دلوقتي موجود ومعايا الاي دي بس مش عارف المشكله فين وانا في ليفل تاني غير الليفل، اعمل ايه؟ من كونت مانج بلاقي عندي حاجه هنا اسمها سيلكت باي اي دي، بدوس هنا واكتب له الاي دي واقول له ايه؟ شو وريهولي. فبيوريهولي فعلا، بيجيب له هو فين، اقول له اوكي خلاص ده الحاجه اللي فيها المشكله. طب احلها ازاي؟ براحتي خالص، انت ممكن تيجي يمين تيجي شمال تنزل تطلع زي ما انت عايز. يعني ممكن اجي هنا واقول له اعمل سبليت من هنا لهنا واروح قاطع الحتت الزياده اقول له بقى ارسم دكت، وراح اقول له انزل او اطلع يعني زي ما انا عايز. ممكن اقول له اطلع مثلا 1800 تمام، اخليه يطلع وبعد ما يطلع ينزل تاني. فكده انا اتفاديت الدكت. لو انت مش متاكد تعمل سيكشن وتبدا تشوف الحاجات دي فعلا طلعت ولا ما نزلتش، او تعمل تشيك تاني. يعني ممكن تعمل سيكشن او الاحسن انت تعمل ايه؟ تشيك. ممكن تقول له نفس الخاصيه كولبريت انترفيس تشيك ران انترفيس تشيك وتبدا تشوف ايه اللي خبط فيه. يعني ممكن اقول له انا عايز الدكتات مع الوول، ده طبعا هيجيب لي كتير. اقول له وريني انا دكت اللي خبط في الوول. طب ده خبط في انهي وول؟ خبط في الوول ديت اهي، جاب لي الوول تمام. وكل ما مشكله فيهم تتحل، يعني انا لو جيت على مشكله مثلا عرفت احلها
جيت هنا وحليت، اقول له ايه ريفريش، هتلاقي المشكله دي اتحلت. طب تعالى نشوف مشكله تانية، اقول له شو، وراني المشكله. المشكله ديت المشكله دي ضغط، دي ضغط خفيف في مكان كبير. طيب تشوف بقى انت عايز تحلها ازاي. ممكن مثلا الضغط ده تنقله مكان تاني، تصغره لحد ما تتحل المشكله. اول ما تحلها وتدوس ريفريش، ده المشكله اتحلت، بقى عددهم يقل لحد ما عددهم ايه المفروض تسلم المشروع يخرج من عندك زيرو كلاش. ليه زيرو كلاش؟ علشان ما يطلعش مشكله دي هناك ويضطر ان هو يصمم ويعمل وبعد ما عمل حاجه يهدها عشان يبني حاجه تانية. فاحنا في الريفت بنتفادى الموضوع ده تماما. تمام. انا عارف ان في تقصير جامد في المحاضره لان احنا شرحنا جزء كبير جدا في وقت قصير، بس ان شاء الله هتلاقوا في حاجات اترفعت غير ديت تشرح برنامج الريفت ام اي بي. تمام. ناس حاسه انها زعلت، فهناخد الاسئله دلوقتي وان شاء الله المحاضره اللي جايه هنشوف ازاي نربط ملف الريفت اللي احنا هنشتغل عليه بملف الريفت المعماري. يعني هاخد ريفت معماري مش هشتغل عليه، لا هعمل له لينك، ونشوف حاجه تانية ازاي نشتغل على الاوتوكاد. تمام. لو تسمحوا لي 10 دقايق كده اقول نبذه سريعه. تمام. في موضوع الاوتوكاد، يعني واحد سالني عليه النهارده وقعدت ان هو ان انا اقول له عليها النهارده. لو انا خلصت البلان دوت، تمام، عايز اسيف الفيو ده اوتوكاد، هاجي هنا اقول له اكسبورت كات فورمات، هقول له دي دبليو جي. تمام. هاجي هنا هقول له ايه ده كده هيطلع الفيو ده، بس الفيو ده بس هو اللي اتحول لكاد. طب انا عايز كل الفيوهات، اجي هنا اقول له انسيشن واقول له انا عايز كل الفيوهات تظهر قدامي. اللي انت عايزه هتعلم عليه صح. لو انت معلم على حاجه 3 دي يبقى ده هيخرج 3 دي، هيخرج 3 دي فعلا. تمام. لو انت معلم على حاجه 2 دي هيخرج 2 دي، فيبقى في الكاد 2 دي. يعني لو قعدت تلف وتعمل اوربت حواليه برضه هيفضل 2 دي، 3 دي هيبقى معاك 3 دي وهتشغل 3 دي. تمام. تبدا تحدد اللوح وتقول له نيكست، ممكن تحدد 100 لوحه 1000 لوحه يطلعوا معاك على طول، ما فيش اي مشكله خالص. تمام. طيب ازاي اظبط بقى الالوان؟ باجي هنا انسيشن، تمام، وابدا اظبط هنا، ابدا اشوف مثلا الاير تيرمينال مثلا اول حاجه اهي اللي انت عايزها تخرج على ان اللاير، ممكن تسميها مثلا تقول له انا عايزها ام شرطه اتش فيك شرطه اير تيرمينال، اي حاجه انت عايزها، اي لاير هتكتبها هو هيقبلها. الكالر اي دي، ايه الكالر اي دي؟ كالر اي دي يعني ايه؟ كل لون بيقابله رقم. فمثلا الريد بواحد، الاصفر باتنين، الاخضر بثلاثه، زي ما موجود في الاوتوكاد. كل يعني السبعه بواحد، الارقام اللي موجوده في الاوتوكاد تبدا ترقمها هنا. تمام. هتشوف مثلا الوول مثلا باتنين. تمام. طيب لو انت عايز تعمل الوان ثانيه غير ديت، ممكن تيجي هنا تقول له نيو وتسمي واحد مثلا ميكانيكال ام اي سي اتش، اوكي، وتعمل واحد تاني الالكتريكال، بحيث لما تيجي تطبع كانها بين اساينمنت، كل واحده فيهم خاصه بيهم. ده هيصدر الاوتوكاد باعدادات معينه وده هيصدر الاوتوكاد باعدادات معينه. ده بالنسبه لايه؟ للحاجات ديت. وهي اصلا متاخده من الامريكان ستنتس اوف اركتشر ستاندرد الاي اي اي، حاجات ان شاء الله مصروف فيها. وفي حاجات تانية الايزو، تبدا تشوف انت احسن حاجه انت عايز تشتغل عليها ايه. وطبعا المفروض انت بتعدل الحاجات بسيطه اللي تناسبك انت. تمام. هنا اللاين، هل انت عايز اللاين السوليد يطلع سوليد ولا يطلع حاجه تانية؟ هو ابن الوزير بيطلع وزير، السوليد عايز يطلع ايه؟ شوف بقى انت عايز تختار حاجه تانية ولا تختاره زي ما هو. نفس الفكره بالهاتش اللي هو الباتر، عايزه نفس الحاجه ولا عايز تغيره؟ زي ما انت عايز. كلها اعدادات عاديه خالص. يمكن بالنسبه لنا اهم حاجه في الجنرال بيقول لك عايز تعمل اكسبورت لملف الاوتوكاد اللي 2000 الفورمات 2013 ولا 2004 ولا 2007. شوف الشركه عندك اخر واحد بيستخدم اوتوكاد كام واستخدمه. يعني لو في واحد بيستخدم 2004 استخدم 2004 عشان ما يجيش يجي يشتغل يلاقي نفسه شغال على فورمات ما يفتحش اللوحه بتاعتك. ولو حصل مشكله عندك ان انت لقيت لوح حديثه، في برنامج اسمه دي دبليو جي جيت واي، ده لو انت شغال على 2000 وعايز تشغل اوتوكاد 2004 14 يفتحه لك، مفيش مشكله خالص. عندي اختيار هنا اسمه اكسبورت رومز اند ارياز از بول لاين، يعني لو في روم او اريا
هي مش هيخليها خطوط، لا هيرسمهم بول لاين تمام. ودي طبعا احسن على اساس تقدر تخرج المساحه بسرعه. اقول له اوكي، اقول له نيكست، بيقول لي عايز تخرج اللوحه اللي اوتوكاد فين؟ مطرح ما انت عايز. بس في اختيار عندي هنا مهم اللي هو اكسبلورت فيوز اون شيت اند لينكس از اكسترنال ريفرنس. لو انا شلت الاختيار ده وفي لوحه شيت، هيطلع الشيت معايا في لوحه واحده، الشيت بالشغل اللي فيه في لوحه واحده. لو علمت الاختيار ده هيطلع لي لوحه اوتوكاد فيها شيت وفي لوحه حواليها كل فيو في لوحه مستقله ومصحوب اكسلفات. يعني لو شلت العامه دي هيطلع لي لوحه واحده اوتوكاد فيها كل الشغل وكل الشيتات وكل البيانات وكل حاجه للشيت الواحد. لو عندي شيتين هيبقى عندي لوحتين. لو علمت العلامه دي هيجيب لي الشيت في لوحه، ولو عندي مثلا فيو ريستكشن في لوحه ثانيه ومسحوب اكسلف، الفيو في لوحه ثانيه ومسحوب اكسلف تمام. اقول له اوكي ويبدا بقى ايه يعمل تصدير. بين اساينمنت عند الطباعه. طيب في هو لو انت عايز تظبط تخانه الحاجات من قائمه مانش، ده عندنا حاجه اسمها ايه؟ اوبجكت ستايل. اوبجكت ستايل دي اللي بيظبط لي التخانه بتاعت الحاجات، بس بيظبطها لايه؟ للمشروع كله. فده طبعا مش مناسب ليا. يعني هنا هاجي الاير تيرمينال مثلا هقول له انا عايزها خفيفه. ممكن تكون انت عايزها خفيفه في التكييف او في الكهرباء، بس التكييف عايزها تقيله، فده يعمل لي مشكله. يعني البايب بيظهر معايا في التكييف وبيظهر في البلامنج. البلامنج عايزه تقيل، هقول له البايبنج خليها تقيله. طب والتكييف عايزها خفيفه تمام. فده هعمل ايه؟ دي الاعدادات الافتراضيه للمشروع كله. يعني ممكن مثلا اظبط الحاجه المشتركه بيننا كلنا، الحاجات دي غرف التفتيش كل، واقول له الاير تيرمينال الحاجات دي غرف التفتيش وكل حاجه. خليه الحاجات دي غرف التفتيش وكل حاجه تمام.
اللاين او الوايت بتاعه مثلا بواحد خفيف تاني. يبقى انا لو عايز اتقل الالوان للمشروع كله هاجي هنا في لوجيك ستايل واقول له الموديل اظبط الالوان بتاعتها كلها، الانوتيشن اظبطها كلها، تمام. طب لو في فيو خاص ليه اعدادات خاصه بيه هاجي هنا واعمل ايه؟ اقول له في في واجي هنا ابدا اظبط الالوان بتاعته. يعني مثلا عندي الدكت اهو، تمام. اقول له ده خلوه لي مثلا في الفيو ده بس خليه خفيف، بينما في بقيه الفيوات هيطلع تقيل. تمام، انا طولت عليكم، ف ان شاء الله انطلاق الاسئله ومهندس اشرف ماهر بقى هو اللي هيمسك الموضوع. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، واتمنى ان انا ما اكونش تفتقر عليكم باذن الله. جماعة الصوت والله يعني الله يسامحه فعلا المهندس عمر، ليه بتقول على نفسك كده هندسة؟ والله انت خفيف جدا على قلبنا وربنا يبارك لك يا رب. يعني احنا مش عارفين والله ان نوفي يعني مجهودك ده ازاي، يعني والله احنا عاجزين جدا كلنا على الشكر سواء انا او الجماعة. يعني امين يا رب، الله يكرمك يا رب ويبارك فيك. طيب يا جماعة بعد إذنكم اللي عنده سؤال اتفضل يسأل. هل حد عنده أي سؤال مني؟ الدعم؟ طيب عشان انا بقى اللي ما اكونش بايخ واطول عليكم هستأذنكم اوقف الكلاس بقى عشان تقولوا ما تزهقوش مني انا. الله يكرمك مهندس عمر، يعني تسلم، الله يكرمك. طيب اي حد بس جديد او اي حد ما سجلش او اي حد اتفضل عنده سؤال في التسجيل او مشكلة في الايفنت او اي حد اتفضل يسأل. يعني طيب على العموم هو الجروب بتاع الكورس، اللي عنده أي سؤال أو عنده مشكلة في أي حاجة يتفضل يسأل. خلاص يا جماعة، وبالنسبة للناس اللي ما سجلتش لحد دلوقتي اتفضلوا اقرأوا رابط تسجيل الكورس. خلاص استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رابط التسجيل فوق يا فندم. خلاص استأذنكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.